اسمع لي، الرب له قافه يا زكريا، ربك انت، مش بقول على رب الناس ابدا، بقول عليك انت اللي بتطعن في ربي. سفر ارميا اصحاح 18 عدد 17 ترجمه الحقيقه، شوف: فاشتتهم امام اعدائهم كريح شرقيه ولا التفت اليهم، بل ادير لهم القفا في يوم محنتهم. ربنا هيدر لهم القفا في يوم المحنه، قفا، هو ربنا له قفا. شوف اهي الرب له مؤخره يا قم، الرب له مؤخره اهو. شفت سفر الخروج اصحاح 33 العدد 23 ترجمه الرهبانيه اليسوعي: ثم ارفع يدي فترى ظهري واما وجهي فلا يرى. ترجمه صحيحه بعض النسخ الانجليزيه تقول اهي: ترى اعضاء ظهري، ترى اعضاء ظهري. تعرف هي ايه؟ الرب له احشاء يا زكريا، قمص تسمع دي اهو. سفر يشعي اصحاح 63 عدد 15 ترجمه الرهبانيه اليسوعي: تطلع من السماء وانظر من سكنى قدسك وبهائك، أين غيرتك وجبروتك؟ هل احتبس ارتعاش أعشائك ومراحمك ليه؟